هي فنانة اللي كتشرف يعني فنانة اللي دائما كتلبس القفطان المغربي اللي الرمز ديالنا اللباس ديالنا حنايا، مغنية اللي شابة زوينة عندها دائما الجديد، دائما مختلفة على داكشي اللي تنشوفو دائما. ما عرفتش كيفاش نقول لك، بالعكس مزيان واحد يجي وكيعجبني انايا يعني ندوزو نشوفو من هنايا شنو تقدر تعطي، شنو كل واحد شنو كيقدر يعطي في المجال ديالو. خاص الواحد يكون غير تو سامبلومون يكون انتيليجون، ما يجيش يعني هذا الميدان هذا خاصك تدخل ليه بواحد الثقة في النفس، يعني الا ما كنتيش باغي ما غاديش يبغيك هذا الميدان، وخاصك تكوني انتيليجنت سمارت، تعرفي فوقاش تكوني، كيفاش تلبسي، كيفاش تهضري، كيفاش تكوني مع الناس، كيفاش يعني فوالا في واحد لي كريتير اللي خاصك اوسي، خاصك تكوني باغي هذا لو دومين، ماشي غير اجي ونجي لهذا لو دومين حيت انا بغيت. هذا شرف لي الا لقيت زعما شي واحد يبغي يقلدني ولا اللي بغي يدير بحالي، بالعكس سي ان اونور بور مو. مي كل واحد يبقى في سباقته، الا بغيتي تنجح خاصك تبقى في سباقتك، ما يمكنلكش تقلد شي واحد باش تنجح، خاصك الكاشي ديالك، خاصك لامبرانت ديالك، خاصك لو ستايل ديالك. اما فاش كنقلدو صافي راه ديجا داك شنو داك الموديل، دونك خاصك تخرج من لو، والا بغيتي تخرج من لو خاصك دير ان لوك ان ستايل شي حاجه طابع ديالك. فالساعة ما عنديش أعمال رمضانية أون كور، مي دابا أنا جو سوي فوكس ديفيلي ديالي اللي عندي في ديسمبر إن شاء الله في مراكش. إلا كان السيناريو انتيريسون وي، إلا كان القصة زوينة وي، مي باش ندير شي حاجة غير باش نديرها سي با انتيريسون. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.